مصر كلها كانت بتتابع مباراة الأهلي والزمالك اللي كانت على استاد القاهرة الدولي ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة دوري نايل. لقاء كان جميل جدا، كله حماس بين الفرقتين، وطبعا أنا بقول ألف مبروك للزمالك وهارد راك للأهلي. مفيش حاجة، عادي. معلش مرة من نفسكم، ها عادي يعني، مفيش حاجة يا جماعة. وبالمناسبة دي معانا حبيبة خالد، أصغر محللة كرة، يعني مش عارفة أقول لكم، عندها 13 سنة وتجنن. خلينا نعرف رأيها في المباراة امبارح، ونعرف إيه سر حبها للكورة، وإزاي قدرت إن هي تكون أصغر محللة رياضية. ضيفتنا في استوديو حبيبة خالد، أهلا بيكي يا حبيبة. أهلا بحضرتك. يعني مش عارفة أقول لك إيه حكاية الكورة؟ حكاية الكورة معاكي. لا، هي كانت يعني مجرد اختلاف عن الباقي في سني، كانت في حد مهتم بالكورة ساعتها. بداية ما أنا تابعتها كان لسه العالم مفيش كورة نسائية كتير، فشفتها اختلاف عن بقية البنات وكده. يعني انتي معلقة كرة نسائية ولا الكرة في العموم؟ لا، عامة الكرة النسائية في مصر مش أحسن حاجة، فالكرة في العموم يعني. الكرة في العموم. مين اللي حببك في ان انتي تحبي كرة القدم؟ أنا يعني أنا البيت اللي نشأت فيه كان كله بيت كروي، فأكيد ده كان عامل ليا وكده. طب يا ريت تعرفينا بنفسك، عندك كام سنة وفي أي مدرسة وفي سنة كام والحاجات دي كلها؟ أنا عندي 13 سنة، في سنة تانية إعدادي في مدرسة الأورمان. طيب حبيبة، عادة البنات ليها اهتمامات تانية مختلفة خالص عن كرة القدم. يعني أنا هبقى بمنتهى الأمانة، أنا زملكاوية، عمري ما اتفرجت على ماتش ومعرفش أصلا الكورة بتتلعب إزاي. يعني أوف سايد مش أوف سايد، الجون ماليش في أنا زملكاوية وخلاص. إزاي بنت البنات تلاقيهم بيحبوا حاجات تانية؟ عندك اهتمامات تانية غير كرة القدم؟ أكيد عندي اهتمامات غيرها، يعني ما فيش حد بيبقى عنده زي إيه بقى؟ اهتمام واحد. ممكن زي هو الاغلبيه الكوره يعني، لكن ممكن حاجه زي الرسم كده يعني، بتحبي يعني. طب وبالنسبه لرياضه تانية، هل بتلعبي اي نوع من؟ ما بلعبش الرياضة، لكن بتابعها كره الطايره او كره اليد، كره السله. وبتلعبي كره قدم؟ اه. وبتلعبي شاطره؟ انت في فريق نسائي ولا؟ لا، فريق لغايه دلوقتي بلعب مع ولاد، لكن باذن الله قريب جدا هلعب مع فريق نسائي باذن الله. واو. طب احكي لنا بقى على ماتش امبارح، شفتي الماتش ازاي امبارح؟ صراحه هو الماتش ملهوش توقعات، ماتش اهلي وزمالك عمره ما كان ليه توقعات. الفرقتين يعني الاهلي ما حضرش اول شوط، مش كانش احسن حاجه فيه. الشوط الثاني الاهلي يعني حضر بقوه جدا. هو لو كان بدا بالتغييرات اللي عملها الشوط الثاني، بداها من اول ماتش، كان ممكن يحط الماتش في جيبه عادي جدا، لكن دي فكره كولر، ما بيغيرش تشكيله عاده حتى لو كان الماتش بيلعب مين. فدي كانت مشكله الاهلي، والزمالك قدر يتعامل مع المباراه، وكان جوميز هو الاحسن تكتيكيا في الماتش. انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ زملكاويه. اي حياتي. عشان كده جميله. طيب حاسه ان انت مثلا ممكن بعد كده نشوفك مثلا زي محمد صلاح بس في الكره النسائيه؟ يا ريت. اي حد. انت لسه صغيره، وموضوع الكره النسائيه لسه بادئ برضو من كام سنه، مش من بعيد. حاسه انه مع المستقبل وكده تشتغلي على ده؟ اكيد اي حد بيتمنى ان هو يبقى حاجه كبيره شغاله على ده. يعني هدفك في ده؟ اكيد يعني ده هدف كبير بالنسبه. تعملي ايه؟ بتمرن وبدوس على نفسي في التمرين، كمان حته ان انا بلعب مع فرقه ولاد، ده بيخليني اقوى بدنيا واقوى في التدخلات وكده، فده شيء بيساعدني. وهم بقيت اعضاء الفريق الولاد ما بيبقوش متضايقين ان في بنت بتلعب معاهم؟ هو الموضوع بياخد معاهم وقت في التقبل، ممكن يعني الجديد اللي بيبقى جديد على الفرقه بيتقبلني بعد مرور وقت، القديم بيبقى خلاص عارفني وكده، بياخد وقت يعني. ومركزك ايه؟ سوري انا كنت قاطعه. ايه؟ جناح يمين. تمام. يعني بتعملي ايه؟ باك ليفت. لا، باك رايت. باك رايت. لا انا تشرحي لي بقى بالتفصيل. ده بيبقى بيلعب على الجنب اليمين في الملعب، بيبقى ماسك الخط في الناحيه الهجوميه، الباك بيبقى من الناحيه الدفاعيه. هو بيبقى من الناحيه الهجوميه، بيبقى واجبه ان هو بيخش وبيقطم بيرفع، بيبقى عنده واجبات هجوميه اكتر. طب انت لما بتحللي مباراه او بتعلقي عليها او كده، هل بتتحيزي لفريق معين ولا لا؟ ده اول سؤال. تاني سؤال، هل حد زعل منك قبل كده عشان خاطر مثلا علقتي بطريقه معينه على ماتش معين؟ عامه لا، انا عمري يعني ما انحيزت لفريق معين. هو انا زملكاويه، لكن لما نيجي نتكلم في الكوره بالذات لازم نتكلم بالحق. اللي لعب كويس لعب كويس، واللي لعب وحش لعب وحش. لا، هي ما بتبقاش يعني تضايق، هو بيبقى مجرد اختلاف في الراي، وده بيحصل كتير يعني. طبيعي ده بيحصل، لان رايي غير رايي. يعني حد زعل منك قبل كده؟ لا، مش فكره زعل، بيبقى مجرد ممازحات قبل كده مع كابتن رضا عبد العال وكده، فهي بتبقى مجرد يعني احنا عندي انا رايي وهو عنده راي، فبيبقى بس اختلاف في الراي.
لكن مش حد يزعل مني ده اكيد يعني. مين توقعاته بتطلع صح في الاغلب؟ انا يعني ممكن مره واحده بس توقعت لما كنت بتكلم على التشكيلين في ماتش القمه قبل كده وتوقعت التشكيلين صح بس دي يعني دي المره الوحيده اللي توقعت، لان انا بعتبر ان الكوره ما فيهاش توقعات لان كل ماتش بحسبته وكل ماتش بطريقه لعبه وكده ومحدش عارف الماتش ده يحصل فيه. طب فكره تحليل الكوره بالنسبه للبنت، ايه اللي وصلك ان انت تقدري تحللي ماتش؟ طبعا يعني انا زي ما قلت لحضرتك انا في بيت كروي جدا فده بيساعدني، وكمان انا من يعني بيت كروي بمعنى ايه؟ يعني بيحبوا الكوره؟ طب ناس كتير قوي بتشجع كوره لكن ما حدش فيهم بيلعب كوره؟ لا فيهم بيلعبوا كوره ولكن طبعا الفرص ما بتجيش كتير. تحليل لا انا يعني انا من اكتر الناس انا بتفرج كتير على تحليل الكوره، بتفرج على الماتشات كلها، ممكن اقعد اخد بالي من اللقطات الصغيره وخصوصا ان انا لعب الكوره عندي والمعلومات اللي باخدها من الكابتن بتاعي بتخليني عارفه حتى طرق اللعب وعارفه مثلا لما اللاعب يشوط كوره غلط ازاي شاطها غلط، فده شيء بيساعدني في التحليل وكده. طب انت البيت عندك كلهم زملكاويه ولا لا؟ لا انت الوحيده زملكاويه؟ لا انا بابايا انا بابايا انتي وباباكي وعندك اخوات؟ اخواتك اخويا اهلاوي اخوكي اهلاوي أخوي. طب انا هسالك السؤال اللي دايما بيسالوه لي، انتي زملكاويه ليه مع انه بيخسر؟ ما عمر ما الكوره كانت مكسب يعني انت لما تشجع نادي مش هتاخده عشان مكسب وخساره، زي بالظبط لما حد يروح يقول لحد انت بتشجع برشلونه ليه عكس ان هو بيخسر، طب ما هو هيقول لك برضه عمري ما اشجع نادي عشان بيكسب. برافو، انا زملكاويه عشان ما تزعقيش مني. لا مفيش حاجه عادي، اصل ده سؤال طبيعي اي حد بيساله. ايوه يعني دايما اي حد زملكاوي يقول لك انت ازاي زملكاويه طمعين بتخسروا. بالظبط. طب لما ظهرتي على الهواء وكنتي بتحللي الماتش دخلتي في جدال واسع جدا مع مين؟ لا ده يعني قبل كده حصل مع كابتن رضا عبد العال عند راينا في تركيز يونياس وفيرا، كانوا ده كان مدرب بيراميدز كان مدرب زمالك، فانا يعني كان في خلاف في موضوع مين الاحسن فيهم. ومين اللي كسب طب في الاخر؟ في الاخر طبعا كان فريرا لان هو خد الدوري السنه دي. طيب هقول لك على اسامي كباتن وتقولي لنا موقف حصل او شوفي لو عايزه تقولي عليه حاجه. ماشي. اوكي. كابتن مجدي عبد الغني. كابتن مجدي عبد الغني قبل كده طلعت معاه حلقه وطبعا كان بيسالني هو انت بتلعبي كوره فين وكده، ولما قلت له ان انا كنت بلعب مع فرقه ولاد طبعا ده كان شيء مثير للدهشه لان اصلا يعني في فرق بنات، لكن ان انا العب مع فرقه ولاد ده شيء يعني خلاه يستغرب جدا. طب وفكرك بالجون بتاع كاس العالم؟ اكيد انا اللي فكرت. طب كابتن اكرامي الشحات. كابتن اكرامي الشحات طلعت مع حلقه واحده كنا بنتكلم عن رمضان صبحي والاهلي، وبعد ما خلصت كان الاهلي ساعتها في حاله كويسه كنت بمدح في الاهلي وكده، سالني انت اهلاويه ولا زملكاويه؟ لما قلت له زملكاويه يعني استغرب جدا، لو زملكاويه بتمدح في الاهلي. طيب كابتن محمد عبد المنصف. محمد عبد المنصف قبل كده برضه طلعت معاه حلقه كنا بنتكلم على موضوع الزمالك ساعتها، وكان الزمالك هو الأسوأ في الوقت ده، فاختلفنا في الرأي وكان فقعدنا نهزر وقال لي الجوازة باظت على السنة وكان هيجوزني. طب كابتن مدحت عبد الهادي. طب عبد الهادي قبل كده برضه طلعت معاه حلقة كانت مع كابتن إكرامي، كان صور معايا فيديو على سناب قبل ما نبدأ وكده، وكان يعني هو أنا الكابتن مدحت عبد الهادي عملت أنا معاه المداخلة فهو كان فرحان بيا جدا ساعة الحلقة. طب وكابتن هادي خشبة. هادي خشبة انا اتكرمت معاه مرتين، هو صراحه من اكتر الناس اللي داعمين ليا في الكوره وبيحاول دايما يلاقي لي فرقه نسائيه عشان العب معاها، صراحه يعني ده من اكتر الناس اللي داعمين ليا في كره القدم عامه. طيب امبارح بعد ما اتفرجتي على الماتش حصل ايه ما بينك وبين اخوكي الاهلاوي؟ هو اخويا الاهلاوي عكس ان هو لما بيكسب بيحفل عليا وكده، وانا ما بحبش حد يحفل عليا، فقلت له مش هحفل عليك بما اني ما حدش حد ما بحبش حد يحفل عليا، لكن اي حد كان بيحفل عليا وكده كنت بروح احفل عليا. شايفه اللغه الجديده؟ بيحفل عليا. ايه يعني بتتكلمي لغات؟ هي حفل عليا معناه ان هو يتريق عليا اللي هو فرقتي خسرت بلغتنا احنا. لا اصل دي جمله مشهوره في الكوره يعني مش كلمه معظم من زمان كان بيقول يحفل عليا. لا لا هي جديده برضه جديده علينا يعني. بالنسبه لي علينا احنا مش عليها هي. طيب قولي لي مين مثلك الاعلى في الكوره؟ من ناحية مركزي محليا أكيد زيزو لأن هو أفضل جناح يمين في مصر حاليا. طيب نفسك لما تكبري تبقي محللة كورة ولا لعيبة كورة؟ لعيبة كورة بعد كده ألجأ للتحليل بقى. تاني لأن التحليل بقى ممكن يبقى سن كبير لكن لعيبة الكورة لازم يبقى سن صغير. طب لو إن شاء الله بقيتي لعيبة كورة ودخلتي مثلا في فريق مصر نفسك تلعبي بره مصر كمان؟ أكيد محدش بيبقى عنده فرصة إن هو يلعب بره مصر أو إن هو يتقدم في الحاجة اللي بيحبها يقول لها لأ. وانت شايفه انك انت ممكن انك انت تجيلك الفرصه دي او انك انت يعني قادره انك انت توصلي للعالميه؟
باذن الله لو انا اشتغلت على نفسي، اي حد بيشتغل على نفسه وبيتعب ربنا بيكافئه. طب وحسن في البيت ممكن يوافقوا ان انت تسافري وتحترفي بره، واحيانا بيحترفوا قبل ما يخلصوا تعليمهم؟ اكيد يعني انا في البيت عندي من اكتر داعمين ليا في كره القدم وشايفين هيبقى المستقبل ليهم، واكيد مش هيرفضوا خير ليا يعني. اكيد اكيد. طيب نفسك في ايه غير الاحتراف في الكوره؟ بتحلمي بايه؟ طبعا بحلم ان ابقى كويسه في دراستي، يعني ابقى شخص كويس، ابقى شخص سوي في الدنيا، يعني ما ابقاش شخص وحش مع كل. بس وانت شاطره في المدرسه؟ اه الحمد لله جدا. لو حصل ان انت يعني هربتي من هوم ورك او من حاجه ممكن يخلوكي ما تتفرجيش على الماتش او ما تعمليش تحليل؟ مستحيل ده حصل اصلا. ما حصلش؟ لا مستحيل. ومش رابطين الموضوعين ببعض؟ لا مربوط، اللي هو انا لو قصرت في حاجه اكيد بيبقى قدامها عشان ده كده ما بيحصلش، لكن انا ما بقصرش. طيب بالنسبه لمباراه امبارح، مين كان نجم المباراه؟ طبعا بما ان الزمالك هو اللي فاز واكيد هو اللي جاب الهدفين دي جزيري، وكمان واخد اعلى تقييم في المباراه. طيب اتفرجتي على الدوري الاوروبي؟ بتابع بعض المباريات منه عشان ما اقصرش في دراستي، فبتابع مباريات قليله منه. حاسه ايه منه؟ تقدري تحللي لنا الموضوع ازاي؟ اني دوري اني دوري فيهم لسه كنت هسال. أنا دوري انا بس انا بقى ايه، خش انت بقى متخصصه بقى. انا كوره ما انا قد يا جماعه انا. لا انا مش عشان انا بفهم، انا عشان في بيت كله صبيان. اه ما انا مش بيت كله بنات للاسف. اي دوري بالظبط؟ الدوري الانجليزي مثلا. الدوري الانجليزي من اكتر الدوريات اللي مشغله فيها حماس، في ثلاث فرق دلوقتي بتنافس، ليفربول مانشستر سيتي وارسنال، الثلاثه كل واحد بفرق بينهم نقطه. امبارح من كام يوم ليفربول خسر، خلى السيتي يبقى قريب جدا للدوري، فطبعا الكره الاوروبيه بتتطور بسرعه عكس الكره المحليه، فده عشان كده بنشوف دايما ان كل الفرق بتنافس، مش زي عندنا في مصر هما فرقتين ثلاثه بس. طب شايفه ليه الحاجات اللي في اوروبا بتبقى عشان فرق كتير بس، ولا في حاجات تانية ممكن تبقى؟ لا هم الناس بتسعى ان هي تتطور. طب بالنسبه للتمرين انت بتواظبي بقى على التمرين؟ اكيد ما ينفعش يبقى حد عايز. بتتمرني قد ايه كل اسبوع؟ انا يعني انا حسب ان في الفرقه بتاعتي بتمرن 3 ايام في الاسبوع، وساعات يعني بروح مع مدرب خاص بتمرن ايام تانية. هل الفرقه بتاعتك دي فرقه تبع نادي معين ولا؟ اه تبع نادي معين. تبع نادي معين. طب احكي لنا بقى عن صحابك البنات معاكي، لما بتقعدي تتكلمي معاهم في الكوره بتبقى في مواضيع تتكلموا فيها؟ لا طبعا هم يعني هم ما بيتابعوش كوره، فانا باخد الموضوع من قصير عشان ما بحبش اقعد اشرح كتير لحد مش جاهز. يعني اصحابك زيي انا؟ لا مش على نفس حضرتك كده. ايوه انا مش فاهمه في الكوره عادي. ما بناخدش ما بنتكلمش في الكوره معاهم. ما بتتكلميش معاهم في الكوره؟ يعني مع بابا او اخويا او حد من الكباتن بتوعي بس. طب وانتي وباباكي بقى عاملين ايه مع؟ طب انتي وباباكي زمالك، اخوكي اهلاوي بقى، العلاقه عامله ازاي؟ لا علاقه عاديه يعني، لكن انا ما بحفلش عليه وهو ما بتريقش عليه، وهو ساعات بيتريق عليا، لكن في الاخر هي كره واحده والاتنين بيلعبوا منتخب مصر، فده عادي جدا. اي يعني البيت اللي بيبقى فيه اهلاوي وزملكاوي ده بيدي على فكره، بيقعدوا يتفرجوا مع بعض على الماتش ولا؟ يعني عادي. اصل انت عارف حكايه السؤال اللي سالي سالته لك ده، انا مثلا ابني لما يبقى فيه ماتش للفرقه اللي هو بيشجعها مش عايز حد معاه، عايز يقعد مركز لوحده خالص، محدش له دعوه بيا. طب بوب كورن؟ لا 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 لا، انت كده بتعطليه وبتشتتي افكاره. فهل انت بتعملي كده؟ صراحه في بعض الماتشات احب اتفرج لوحدي، لكن اغلبيه الماتشات بحب اتفرج وسط ناس عشان اعرف اتكلم معاهم اتناقش معاهم في فكره طريقه اللعب وكده، لكن الفرجه لوحدي ما بحسش ان هي احسن يعني، في اغلبيه الماتشات ما بعرفش بحبش اتفرج. طب رايك ايه في محمد صلاح اخر سؤال؟ لا صراحه محمد صلاح ما فيش حد يقدر يعلق عليه، لان هو نجم، نجم من نجوم العالم مش من نجوم مصر بس. ده حقيقي مو صلاح يعني. طيب احنا بنشكرك جدا يا حبيبه. حضرتك. حبيبه خالد محلله كوره الحقيقه يعني، افحمتنا كلنا. جميله. وبجد بجد انا شايفه انك انت هتبقي احسن محلله كوره، وان شاء الله تبقي احسن واحسن لعيبه ان شاء الله كده، تبقي حبيبه خالد كده زي مو صلاح ان شاء الله. ان شاء الله. وهنقول حبيبه طلعت معانا زمان. ايوه بالظبط.